موجز الأخبار من ليبيا الحدث، حياكم الله مشاهدينا. أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن تدخل إحدى دول حلف الناتو تركيا عسكريا في ليبيا في سعيها للسيطرة على البلاد دون أن يكون لباقي دول حلف الناتو مصلحة في ذلك. أضاف بيان القيادة بأنه لابد لنا الإشارة لدول حلف الناتو هل هم اليوم مستعدون للتورط في حرب لدعم تركيا في مؤامرتها والتي تخدم مصلحتها فقط بما يهدد أمن واستقرار ليس ليبيا وحدها بل دول الجوار ودول البحر المتوسط. أوضح البيان أن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه وأن الجيش الوطني بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال البلاد. أسقطت منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة طائرتين تركيتين مسيرتين، إحداهما بمنطقة وادي جارف الواقعة جنوب مدينة سرت والأخرى بمنطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة. وأكد الإعلام الحربي أن الدفاعات الجوية رصدت الطائرة المسيرة وأسقطتها قبل محاولتها الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية ومنازل المدنيين. كما أعلن الإعلام الحربي عن تواصل طلعات السلاح الجوي شرقية مدينة مصراتة حيث دمرت مقاتلات سلاح الجو عربات وآليات للغزاة الأتراك. وأكدت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية ترصد باستمرار تحرك أي طائرة معادية للعدو وستعمل على إسقاطها. شددت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب على ضرورة تحقيق توزيع عادل للثروة النفطية بين الأقاليم الثلاث ومنها عوائد النفط. وطالبت اللجنة في بيان لها بضرورة عودة المؤسسة الوطنية لمقرها القانوني في مدينة بنغازي وتوحيد المؤسسات لضمان عدم تكرار حراك إغلاق المنشآت النفطية، مشيرة إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيل الصالح بأن لا نفط مع المدافع. كما أكد البيان أن النفط هو ثروة قومية سيادية يملكها كل الشعب الليبي دون استثناء، مضيفة بأن إعادة تصدير النفط مرتبط بقبول كل الأطراف الليبية بوقف لإطلاق النار. أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ولم تعلن الرئاسة المصرية عن سبب الاجتماع، لكن اللافتة هو توقيته المتزامن مع تطورات الساحة الميدانية في ليبيا والمبادرة السياسية التي طرحها السيسي في إعلان القاهرة. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لا توجد في جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي خطط لعقد لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح ديمتري بأن الرئاسة الروسية ليست لديها أي لقاءات مخطط لها في الكرملين حول لقاء بوتين وأردوغان. جاء ذلك بعد أن ذكر الرئيس التركي رجب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني أنه يعتزم لقاء الرئيس الروسي لمناقشة الملف الليبي. ختام الموجز مشاهدين، لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وتليجرام. كما يمكنكم تحميل تطبيق ليبيا الحدث على أجهزتكم المحمولة، وبإمكانكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.